إذا بتكلمين موضوع ثاني غير التصاميم أنا أضطر إني أمشي. طلال أنا أمك. تشرفنا. إيش تبين؟ يعني أنت كنت تعرف؟ ما أشوفك انصدمت. كنت أعرف. شو المشكلة؟ كنت تعرف طول المدة هذه وما فكرت إنك تسأل عني؟ أولاً أنا ما دريت إلا بعد سالفة الحريجة. ثانياً من المفروض اللي يسأل عن الثاني. أنا الطفل الرضيع اللي عمري أشهر وانقطيت بحضن أبوي، ولا أم اللي قطتني عشان تروح تسوي لها حياة ثانية وعمرها ما فكرت إنها تسأل عني؟ صدقني والله العظيم إني أنا ما أدري إنك أنت حي. أنا لما سألت أبوك قال لي إنك مت، ولما سألت الناس قالوا لي إنك ميت، حتى ناصر أبو عيالي جاب لي شهادة وفاتك. أنا ما كنت أدري إنك أنت حي معك، ولا أنا أدري إنك أنت حي وما أسأل عني، ما أدري. على العموم مو مشكلة، حصل خير. خلينا نتكلم الحين عن موضوع التصاميم، وبعرف كم مساحة البيت وشنو تصوراتك. انت ليش ما تراضي تصدقني؟ ليش تكلمني بالطريقة هذه؟ انت بدل ما تقوم وتلوم امك وتحبط تكلمني بالطريقة هذه، حلفت لك اني انا ما ادري انك انت كنت حي، كلهم قالوا لي انك انت ميت. وقبل ما تعرفين اني ميت ايش صار؟ مو قطيتيني علشان تنحشين من حياة الفقر وتسوي لك حياة جديدة؟ وبعد ما عرفتي اني ميت ما فكرتي للحظة انك تأكدين بنفسك ان كنت حي وميت؟ ما فكرت اللحظة انك تزورين قبري؟ ما فكرت اللحظة انك تروحين عند ابوي تاخذين قطعة من ثيابي